كذا سميرة هي بتعمل أكل لمطعم معين، فبتقول أنا لازم أدوق الأكل، فبعد ما بدوق بستغفر لأن أنا إيه بتقي ربنا أن أخد حاجة مش مظبوط. يا أستاذ سميرة، يعني هو إنك تدوقي الطعام ده أمر مطلوب عشان تقيسي جودة الطعام، أنا مش هقدر أدي الحاجة ملحها شديد ولا قليل ولا محتاجة يعني تتبيل بشكل معين، كل ده محتاج إن أنا أدوق الأكل. فأنتي حاسة بحرج في هذا، ممكن أنا حضرتك صاحب المطعم ده زوج حضرتك يقول له، أو حضرتك مين اللي بيتعامل معاه، إنه بستأذنكم إن أنا بدوق الطعام عشان تبقوا بس عارفين مسامحيني في الجزء اللي انا بدوق فيه ده، وزادك الله حرصا على الخير، وانا قد ايه يعني سعيده بالحاله دي، سعيده بحاله اليقظه والمراقبه، لان دي حاجه راقيه وربنا يتم على حضرتك نعمه.